ومعنا على الهاتف الفنان القدير الأستاذ محمد صبحي. أستاذ محمد مساء الخير. أستاذ مصطفى بكري المحترم، الله يخليك، تفضل يا فندم. حقيقة أنا بتابع طبعا الأحداث كلها، ولكن أنا بتابعك كويس جدا. فللأسف صوت واحد أو يكاد يكون الصوت الوحيد الذي يتكلم بالحق ولا يخشى أن تتهم بأن أو أنا أتهم كمان. نحن خدنا أموال من بشار، ليس دفاعا عن بشار، ولكن الكارثة التي أعيش فيها بغصة حقيقية، أن إسرائيل والعرب اتفقوا مع بعض اتفقوا لتهنئة أمريكا بضرب سوريا. هذه غصة كبرى لم تحدث في التاريخ المعاصر ولا التاريخ القديم. العرب يا أستاذ مصطفى، هل نحن نسينا العراق بحجة الأسلحة الدمار الشامل، وأن تصعد أصوات عربية للخلاص من صدام؟ تخلصنا من صدام، أين العراق؟ تخلصنا من القذافي، أين ليبيا؟ يريدون فقط التخلص من بشار، وليس هذا هدفهم كما قلت، ولكن الهدف الحقيقي هو تحطيم حضارة سوريا لمصلحة إسرائيل. أنا الحقيقة لا أعول على الحكومات، ولكن علينا بعد ما انت عرضت كده الروح المصرية والروح العربية وقتها كان شكلها ايه ومتأججة ازاي، انا بطالبك وبطالب المثقفين المحترمين اللي هم شافوا كمان مصر كان هيحصل فيها ايه وشافوا اللي كان ممكن تصل اليه مصر. الرئيس السيسي نجح نجاحا باهرا في عودة العلاقات الخارجية بعظمة، ونجح في ان مصر مرفوعة الرأس دون تنازل او زحف. ولكن علينا الا نفرح والا يهلل الاعلام بالسياسة الامريكية. هناك مدير مبتسم، هناك مدير عصبي، هناك مدير لطيف، هناك مدير حازم، ولكنها سياسة واحدة، هي سياسة تسلط على العالم كله. سوريا لو راحت يا استاذ مصطفى، التاريخ قال لنا كده، سوريا لو راحت الوطن العربي كله ضاع. وانا مش عايز اقول كلام موجع، اللي اتقال بعد اعدام صدام اتقال الدور جاي على واحد واحد. صحيح. علينا ان ننتبه، عدونا هي اسرائيل، فعيب قوي والله. انا لو انا اسرائيل قالت نعم على الجنة هقول لا، ادخل الجحيم ولا اوافق اسرائيل لهذا المخطط الاستعماري الحقير الذي يريد ان يحطم كل شبر في الوطن العربي. انا اطالب الشعوب العربية لا تسأل من القاتل ومن الذي دمر ومن الذي القى، ولكن نتحدث عن الضحايا السوريين، وشعب ينتهك ويغتصب، شعب ينتهك ويغتصب، وحنندم، حنندم على ضياع هذا الشعب المشتت واللي بيتمارس فيه كل الممارسات السفلة الإنسانية من عدة جوانب ومن عدة دول. هل متآمرين على سوريا لرحيل بشار؟ وبعد أن يرحل بشار سنجد سوريا كالعراق، سنجدها كليبيا. هذا خط أحمر، لأنه أمن قومي لمصر وهي أقوى دولة في المنطقة العربية. ماذا يريدون؟ هل يريدون أن تكون إسرائيل هي القوية بكلمتها وليس بسلاحها فقط؟ إحنا وصلنا للدرجة دي إن الدول العربية بتتسابق الآن يا أستاذ مصطفى ويقرأ الأخبار، كل شوية دولة عربية بتقول أيوة أحسنت يا أمريكا لضرب سوريا. مين اللي مات؟ مش سوريين؟ وهل ننزه الملائكة على أرض سوريا الإرهابيين ونلقبهم أنهم ملائكة، ولا يمكن نظن فيهم استخدام العنف ولا استخدام الكيماوي ولا استخدام الأسلحة الفتاكة؟ هذا حمق نضع أنفسنا فيه. حقيقي أنا بطالبك فعلا ببث الروح للشعوب العربية أنها تقف، بما أن الحكام كثيرين منهم سيقفون لمجرد رحيل شخص وتدمير سوريا. هم لا يقرؤون التاريخ ولا يعرفون يعني إيه وطن. إحنا لن نسمح،
لن نسمح لو آخر يوم في عمرنا يا أستاذ مصطفى أن الشعب السوري يمتهن بهذه الدرجة ويموت الأطفال ويروجون أن النظام الحاكم فقط لكي يسقط فقط لكي يسقط علشان يقضوا على سوريا حضارة وشعبا وقومية وعروبة. أشكرك يا أستاذ مصطفى. شكرا أستاذ محمد، شكرا ألف شكر لك.